السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة إيزي إنجلش. معاكم الأستاذة أمل خلف. يا ريت بعد ما نتفرج الفيديو نعمل لايك وشير للفيديو ونفعل الجرس ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، والنهاردة هنبدأ مع بعض يونت جديد. هنبدأ في يونت نمبر 5. التايتل أوف ذا يونت إز هوليديز. طبعا هوليديز اللي هي إيه؟ الأجازات. Now let's look at the vocab. A river, jungle, cousins, sand, rocks, a peach, sandcastle, desert, a tent, climb a mountain. Again, a river, a jungle, cousins, sand. طبعا الكوزنز اللي هم ولاد العم. ساند روكس اللي هي الصخور. ابيتش ساند كاسل ساند كاسل. ديزرت تنت كلايم ا ماونتن. ناو ليتس ستادي سام اوف ذا اكتيفيتيز ذات وي كان دو اون هوليديز. ميك ا ساند كاسل ميك ا ساند كاسل ميك ساند كاسل يعني يعمل ساند كاسل. وطبعا ممكن استخدم بدل فيرب ميك ممكن استخدم فيرب بيلد. رايد اون ا كامل رايد اون ا كامل. وي كان رايد اون ا كامل ان ذا ديزرت اور ات ذا بيراميدز. يعني نركب الايه الاهرام سوري الكامل اللي هو الجمل. كلايم ا ماونتن كلايم ا ماونتن كلايم ا ماونتن. بلاي جيمز بلاي جيمز. سويم ان ا ليك سويم ان ا ليك. طبعا الليك اللي هي البحيره. هاف ا بيكنيك have a picnic. go into the cave go into the cave. الكيف اللي هو الكهف. sleep in a tent sleep in a tent. ride a bike ride a bike. swim in the sea. يبقى these are the activities which we can do on holidays. Now let's look at some definitions واللي هي بعض التعريفات. what is the jungle? jungle is a mass of thick trees. A mass of thick trees. What is the meaning of mass? هي كتلة من الأشجار الكثيفة. Waterfall. 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 An area in which water rivers. Water river اللي هي مياه النهر. Falls down يعني تسقط. From a high place. An area in which water river falls down from a high place. وده اللي هو الووتر فول او الشلال. كيف a natural hole a natural hole. يعني what is the meaning of natural hole؟ يعني فتحة طبيعية. in a hill a cliff or a mountain. يبقى فتحة كبيرة تعمل بفعل الطبيعة موجودة في داخل تل او منحدر جبلي او جبل. now let's study some important notes. the important notes ليها بعض الملحوظات الهامة في داخل الفوكاب. What is the difference between beach and coast? Beach and coast. البيتش قلنا اللي هو الشاطئ. الكوست هو الساحل. طب ايه الفرق ما بين الشاطئ وما بين الساحل؟ الشاطئ اللي هو الساند اند سي اللي هي الرمل والبحر. Where we can do activities. We can swim and we can build castles and so on. But the coast is the area beside the sea. هي المنطقة اللي جانب الايه؟ اللي بجوار البحر. يعني طول البحر او طول المحيط ده اسمه كوست. فبنقول ان وقتسان هيرجاده has a beautiful has beautiful beaches. هيرجاده has beautiful beaches. يبقى الغردقه فيها شواطئ جميله. لكن بنقول ان الكسندريا is a big city on the coast. الكسندريا is a big city on the coast. يبقى هي مدينه كبيره على الساحل. journey trip and picnic. What is the difference between them? A journey is a long journey. هي رحلة طويلة. Trip هي رحلة قصيرة for one day or two days. Picnic هي نزهة في الهواء الطلق. At the sea, in the park, and so on. Look at this example. Well, the journey from Cairo to Alexandria takes 3 hours. The journey from Cairo to Alexandria takes 3 hours. يبقى الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية بتاخد 3 ساعات. ودي اللي هي رحلة السفر اللي هي الجورني في السفر.
ممكن اقول لك I'm going on a journey to the United States. انا رايحة رحلة الى ال United States. هنقعد مثلا شهر، يبقى دي هي رحلة طويلة. I went on a school trip to Hurghada. I went on a school trip to Hurghada. يبقى انا ذهبت في رحلة مدرسية ايه الى الهرجدة. وهنا مثلا ممكن تكون for a week or for 5 days, for 4 days and so on. My father went on a business trip. My father went on a business trip. والبزنس تريب هي رحلة عمل. فكلمة تريب هي عبارة عن نزهة من أجل المتعة أو من أجل العمل. يبقى هي رحلة من أجل المتعة أو من أجل العمل. بيكنيك اللي هي بقى فسحة في الهواء الطلق. فبقول we had a picnic in the park. أو we had a picnic on the beach and so on. Now let's look at this form أو expression. Would like to plus the infinitive verb. طبعا الابوستروف دي هي كلمة would. الابوستروف دي هي كلمة would. يعني ايه would like to؟ would like to بيتبعها infinitive verb، ودي بتساوي want to. بتساوي want to، وبرضه بيتبعها infinitive verb اللي هي بمعنى يود او يريد. Well I'd like to go to the cinema. يبقى اود ان اذهب الى السينما. It means I want to go to the cinema. When we form the question about what would you like to do, where would you like to go, what would you like to eat, and so on. Another note is the difference between dessert and desert. Dessert اللي هي double S. This is the sweet food اللي هو الأكل المحلي إن أنا باخده بعد المين ميل، بعد الوجبة الأساسية. لكن الديزرت اللي هي a place that is full of sand and it is very dry. يبقى هي مكان dry and full of sand. فهنا الآيس كريم is my favorite dessert but there is a lot of sand in the desert. There is a lot of sand in the desert. Now let's do some practice. Choose the correct answer from A, B, C or D. A is a large hole inside a mountain. A large hole inside a mountain. What is a large hole inside a mountain? Very good. It's a cave. A cave. When the water of the river falls from a high place, it is cold. When the water of the river falls from a high place, it is cold. Very good. It's a cold waterfall. طبعا الwater wheel دي اللي هي السعية. Space are a lot of trees and bushes that cover a large area. Are a lot of trees and bushes that covers large area. Deserts, rivers, lakes or forests. Very good, you it's a forests. Number four. I'd like to go to the and swim in the sea. Mountain, desert, rock or beach. Very good, you I'd like to go to the beach. How are in the Sahara city? Sorry, هنا في how many. How many are in the Sahara city? How many, sorry, in the Sahara desert? Mountains, deserts, countries, or rivers? Very good. يبقى how many countries in the Sahara Desert. Number six. Sarah swam in the Atsiwa. Sarah swam in the Atsiwa. طيب سيوا فيها ايه؟ River, lake, mountain or cave. طبعا we cannot swim in the mountain or the cave. يبقى انا عندي هنا river and lake. أظن مصر ما فيهاش غير نهر النيل، يبقى هنا طبعا إيه؟ in the lake. Mona's father a mountain last week. What verb goes with the mountain? What verb goes with the mountain? Went, climbed, made, root. طبعا إيه؟ climbed. يبقى Mona's father climbed. Mona's father climbed a mountain last week. Now let's look at another type of questions.
Read and correct the underlined word. Read and correct the underlined words. Mom always does fantastic cakes. I like them. What can we use here? What word can we use? Very good. My mother always makes. وليه هنحط بقى makes مش make؟ عشان my mother is a singular والجملة في ال present simple. I saw a dolphin in the desert. I saw a dolphin in the desert. We can see a dolphin in the desert? No, طبعا. يبقى in the إيه؟ In the sea. In the sea. أو ocean. ممكن كمان نشوفه في الإيه؟ في الأوشن. Egypt is the most important city in Africa. طبعا Egypt is not a city, but it is a very good, it's a country. Country. يبقى Egypt is the most important country in Africa. In summer, children love going to the beach. In summer, children love going into the beach. What is wrong about this word? طبعا beach دي هي الخوخ، لكن الشاطئ B for pen. يبقى أنا الفرق هنا عندي في الإيه؟ في البي. Ali drove his bike. Ali drove his bike. طبعا verb كلمة bike ما بتاخدش مع verb إيه؟ drive، لكن بتاخد verb إيه؟ very good، بتاخد verb ride. And the past of ride is rode. برافو عليكم. I usually make a picnic with my friend. What verb goes with a picnic? Very good. يبقى ايه؟ verb have. وطبعا هتبقى have عشان انا عندي السبجكت بتاعي I. Can you climb into a cave? Can you climb into a cave? طبعا هي مش climb into. هي ايه؟ go into. Can you go into a cave? Can you go into a cave? Now let's move to the grammar part. Our grammar today is about the past simple tense. The past simple tense. Past simple of verb to be. The past نبدأ الأول بالpast simple of verb to be. أولاً the past simple is used to talk about action that happened and ended in the past. بنتكلم عن actions happened and ended in the past. بدأت في الpast وانتهت في الpast. عندي نوعين من الverbs. عندي اللي هو بعد الفيرب اللي هي افعال المساعده زي فيرب تو بي، وعندي البيز فيرب اللي هو الفعل الاعادي اللي هو افعال الاكشن او الشعور اند سو اون. هنبدا كده في الباست سيمبل اوف فيرب تو بي، وفيرب تو بي مع وذ سبجكت اي هي شي ات تيك واز ذي وير يو تيك وير. يبقى مع الافعال اللي قصدي الفاعل اي هي شي ات ياخد واز، وطبعا في النيجاتيف فورم هتبقى وازنت. They, we, you هتاخد where negative of where is worried. طبعا دايما verb to be في ال past symbol أو في ال present symbol مش هيتبعه verb، لكن يمكن يتبعه صفة، ممكن يتبعه سن، ممكن يتبعه مثلا، طبعا ما يتبعهوش كمان adverb، ممكن يتبعه مثلا طول. يعني ممكن أقول I was 7, I was tall, I was fat, I was happy. ماشي؟ طيب فبيقول هنا مريم was frightened of the cave. مريم was frightened of the cave. مريم wasn't frightened of the cave. There were camels in the desert. There weren't camels in the desert. طبعا to form the question بنعمل cross between the subject and the verb. هبدل المكانين. يبقى هنا هتبقى ايه؟ was I او he or she or it او where they or we or you. فهنا بيقول was he she it where you and they. طبعا ما حطيتش you لان you تحولت الى you، وبرده we بتتحول الى you. الانسر بتبقى yes or no زائد subject was or where مع yes no زائد subject او where was or weren't. Sorry. No هتبقى wasn't or weren't. في ال question في ال WH question يبقى عندي WH word was and were subject plus الverb
in the ing form. يبقى انا لو حطيت question word يبقى ال question word هتتحط قدامهم مباشرة. يبقى مثلا when were you born, what was أو why was she happy, ليه هي كانت تعبانة, where was she, أين هي كانت, and so on. نيجي بقى للنوع التاني من الفيربز اللي هو البيز فيرب. وهنا الاذر فيربز هم عباره عن نوعين, يا اما ريجولار فيرب يا اما ريجولار فيرب. الريجولار فيرب اللي هو الفيرب ذات تيك اي دي اور اي دي اور اي اي دي ان ذا باست فورم. الريجولار فيرب دونت تيك اي دي ان ذا باست فورم, يبقى دول بياخدوا اي دي في الباست فورم, دول ما بياخدوش الاي دي في الباست فورم. طيب نيجي نبص كده للافعال. عندي فعل زي بلاي بيتحول للباست باي ادينج اي دي. فيرب موف بينتهي بإي, فهنا لما بنيجي نحطه في الباست بنحط له دي فقط. فيرب كراي بينتهي بواي قبلها ساكن فبنحذف الواي وتتحول الى اي اي دي. دروب بتنتهي بكونسوننت قبليه فاول فبنعمل مضافه للاي للكونسوننت فتاخد دبل بي زيها زي ستوب هوب ترافل اند سو اون. يبقى هنضعف الحرف الساكن بعد كده نضيف اي جي. طيب بالنسبه للريجولار فيرب عندي دول بقى بيتحفظوا, وعندي اكزامبل زي فيرب جو باست went, swim the past swam, sleep slept, have has and had. The negative form of these verbs is did not or didn't plus the infinitive verb. يبقى الفيرب النيجاتيف فورم بنكونها ب did not or didn't plus the infinitive verb. يعني الفيرب بتاعي ارجعه infinitive واحط قبليه didn't. فلوك ات ذيس اكزامبل, they didn't climb the mountain, they didn't climb the mountain, they didn't swim in the lake, they didn't swim